السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي أتم صحة وفي أسعد حال. في الحقيقة أنا النهاردة حابة أتكلم مع حضراتكم في مشكلة بتواجهنا كلنا في بيوتنا كمصريين وكعرب. وأنا كنت اتناقشت في المشكلة دي قبل كده في حلقة من حلقات برنامج سر السعادة مع زوزو، وكان معايا استشاري أسري الأستاذة ولاء أبو زيد، واتناقشت معاها في المغالاة في المهور بالنسبة للبنات. أنا عندي النهاردة بنوتة على وش جواز بتتعلم، أو حتى كانت انتهت من مرحلة التعليم بتاعتها. النهاردة أصبحنا في مغالاة في المهور، يعني أوفر قوي، أصبحنا بنعقد سوري بنعقد اللي جاي يخطب بنتنا بحاجات كتيرة وبأعباء جامدة جدا. عايزين مهر مش عارفة 500,000، عايزين شقة بمليون، عايزين شبكة بربع مليون، مش عارفة 100 جرام ذهب ولا 150 جرام ذهب. دول في وقتنا الحالي دلوقتي بيعملوا لهم مثلا حوالي 200,000 جنيه. ليه انا بعقد الشاب اللي جايلي عشان يرتبط بينا وياخد بنتنا؟ اعقده؟ انا فعلا كده برفضه، انا برفضه، بس برفضه بذوق، يعني بشياكة. فطبعا يعني انا بلتمس بصراحة العذر برضو للاهل وللاب وللام مع المشاكل اللي بنسمعها كتير واللي انتشرت كتير قوي في الايام الاخيرة اكتر وزادت. فالاب او الام او الاهل عموما يعني بيكونوا نفسهم يأمنوا مستقبل بنتهم وحياتها من خوفهم من المشاكل. فانا بلتمس لهم العذر، ولكن مش عايزين برضو نعقد الشاب اللي لسه متخرج او اللي لسه بيكون نفسه وجاي عشان ياخد بنتنا. انا بطلب منه اعباء والتزامات بتعدي المليون جنيه، وهو في حين هو محوش من المليون ربع المبلغ اللي هو ربع مليون. فالنهاردة انا عايزة اقول لحضراتكم ازاي نوازن دي مشكلة احنا بنقع فيها حاليا. ازاي نوازن بين المشكلة دي وما بين ان احنا عايزين نحافظ على بنتنا وخايفين عليها ومش ضامنين الناس اللي جايين دول ياخدوا بنتنا، وفي نفس الوقت ما عقدش الولد او الشاب اللي جاي ياخد بنتي بالتزامات كتيرة وبأعباء أكتر هو مش هيقدر يوفي بيها، إلا إذا كنت بقى هسيب بنتي مخطوبة له 7 سنين عشان هو يكون نفسه، وفي الآخر برضو هيتعب نفسه ويجهد نفسه في شغل واتنين وتلاتة أو حتى في سفر، وبرضو بعد الفترة دي مش هيقدر يوفي طلباتي اللي أنا طلبتها أو اللي الأب طلبها لبنته. فطب دي مشكلة احنا واقعين فيها، نعمل ايه وازاي نضمن حياة بنتنا؟ والله يا جماعة ضمان الحياة لا بالالتزامات ولا بالقايمة الكبيرة ولا بالشبكة العالية ولا بالمؤخر المرتفع قوي. والله الكويس كويس حتى لو هياخد بنتي ببلاش، الاصيل اصيل زي ما بيقولوا، حتى لو مش هيدفع تعريفة في بنتي. مش معنى كده ان انا بقول لكم ارموا بناتكم او ضحوا بيهم او اتنازلوا عنهم او ما تضمنوش حقهم او لا طبعا، يعني دي حاجات، ده حق البنت، دي حاجات وعادات وتقاليد طلعنا ونشأنا عليها كلنا، واحنا واهالينا قبلنا، مامتنا وبابانا وجدودنا قبل ماما وبابا، واولادنا واحفادنا بعد كده. دي عادات وتقاليد تورثناها عبر الاجيال من ايام الجدود لغايه اولادنا واحفادنا، فمش هنقدر نبطلها. ولكن يعني مطلوب الحكمه، يعني أأمن مستقبل بنتي ماشي وأضمن لها حقها ماشي، ولكن بقدر. والله 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 دي عملية يعني حظ ونصيب. يعني لو في راجل متقدم لبنتك وانت مش، وهو أصيل وابن ناس وابن محترم، قسما بالله لو انت حتى مش كاتبة عليه جنيه واحد ولا واخدة منه أي ضمانات ولا أي حقوق، هيحط بنتك جوه عينيه. ولو والعكس صحيح، لو هو انسان مش كويس واهله ناس مش كويسين ومش ما عندهمش مبادئ ولا اخلاق ولا دين ولا بيتقوا الله،
لو انت كاتبه عليه 3 مليون مش مليون واحد، والله ما تعرفي تاخدي معاه لا حق ولا باطل، وهيتعبكم ويتعب بنتكم ويبهدلكم. يعني احنا اكيد شفنا الحاجات دي في نماذج كتيرة في حياتنا، اللي ما شافهاش مع اولاده في بيته شافها مع اولاد اخوه، مع اولاد اخته، مع اولاد عمه، مع اولاد خالته. يعني خلينا متفقين ان احنا كلنا مش بعيد عن كل الاحوال دي اللي بتحصل او اللي بتتم في كل بيت او في كل اسرة. فاحنا الحكاية دلوقتي مش ان انا اكتب عليه كام ولا هيجيب شقة فين ولا، وبعدين والله السعادة لا بالمناصب ولا بالشبكة ولا بالمهر ولا بالشقق ولا بالفرش، والله السعادة دي حاجة تاني كده من عند ربنا، ربنا يكتبها لنا كلنا يا رب، ولينا ولولادنا ولولاد ولادنا ولكل اللي ذريتنا. ولكن العملية مش عملية تقييم فلوس خالص، ولا بالفلوس اللي انت كتبتوا عليه فلوس ده، او اللي ايدتوه، او اللي انتوا فاكرتوا ان نفسكم ان انتوا ضمنتوه. لو هو مش بيتقي الله هو واهله، هيخلوكي تمضي انت على فلوس عشان يسيب بنتك في حالها، او يسيبكم في حالكم من غير بدون مشاكل. فاحنا نوزنها ازاي؟ في ناس هتطلع تقول طب ما هو الناس دلوقتي مش مضمونه، بتبقى الناس كويسه وباينه كويسه وبتمثل ان هي كويسه اول ما بتيجي تتقدم، وبعد كده بتظهر على حقيقتها. فاحنا افضل وسيله او افضل ضمان ان احنا نأيده بقايمه عاليه وبمؤخر. والله ابدا يا جماعه، انتوا وزنوا الامور بحكمه وقولوا يا رب وان شاء الله. وبرده مش معنى كلامي على فكره، عشان محدش يترجم كلامي عكسي، انا مش بقول ان انتوا تتنازلوا عن حقوق البنات، البنت ليها حق ولازم تاخده، وحقها في رقبه اهلها، هم اللي بيتفقوا لها وهم اللي بيتكلموا لها وهم اللي في ايديهم كل حاجه. ده دي مش عايزه كلام، ولكن انا بقول بلاش المغالاه، مش نمنع خالص لا، بس ما نغاليش. يعني اذا كان عريس متقدم لبنتي وهيدفع مهر، انا لو انا مثلا عايزه منه مهر 300 ألف، خليهم 150 وانا ساعد برضو معاه، خليه يجيب، هو يجيب وانا اجيب، ونكتب لها حاجتها كلها ونضمن لها حقوقها، والضامن هو الله والله، لا بالشهادات ولا بالمناصب ولا بالشبكه ولا بالشقق ولا بالمهر ولا بالمؤخر. هتقولي لي امال بايه؟ من يتقي الله يجعل له مخرجا، اللي هيتقي ربنا اديله لبنتكم. هتقولي طب هو فين اللي بيتقي ربنا؟ لا، في ناس كتير كويسه. مش معنى ان احنا شفنا نماذج وحشه او صدفتنا او قابلتنا مشاكل مع ناس وحشه في حد قريب مننا ان يبقى كل الناس وحش. مش كل الناس وحشه، في ناس كويسه جدا 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 ومحترمه وبتتقي الله لابعد الحدود. نعرف ازاي بقى؟ دي حاجه بتاعت ربنا، يعني احنا بناخد بس بالاسباب، بنسال او بنستفسر او بنشوف وبنستخير ربنا، وان شاء الله ربنا يصلح حالنا وحالكم احسن. يعني انا مش عايزه مغالاتنا في المهور نقعد البنات جنبنا ونخليها سنها يكبر ويعديها العمر. هو طبعا طبيعي سن الجواز للبنات وللولاد ارتفع مش زي زمان. النهارده اللي عنده بنت عندها 30 سنه قلقان بيقول ما اتخطبتش، لا هتتخطب، والله هتتخطب ان شاء الله وهتتجوز. هو السن ارتفع عالميا مش محليا، مش عندنا هنا في مصر او في محافظات مصر، هو السن ارتفع عالميا مع الحاله الاقتصاديه والارتفاع المستوى المادي والمستوى الاجتماعي والمستوى العلمي. النهارده البنت اللي كانت بتاخد بكالوريوس او ليسانس وتكتفي بيه، النهارده البنت عايزه تاخد ماجستير ودكتوراه، واحنا نشجعها ونقف جنبها ونساعدها في كده ما دام عندها طموح. فمش معنى ان بنتي وصلت لل 30 او لل 35 ان هي خلاص مش هتتجوز وفاتها العمر ومش هتتجوز وفاتها الدور، لا 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 خالص. هي جه وقت علينا، ما احنا برضو ايام اهلنا ومامتنا وبابانا اتجوزوا في سن ال 15. لما احنا بنسمع 15 دي على ايامنا احنا اتجوزنا في العشرينات، كنا بننبهر قوي. 15 سنه معقوله عروسه وعندها 15 سنه واتجوزت؟ طب انا بقى عندي 20 سنه لسه ما اتجوزتش، يبقى انا كده فاتني الدور؟ لا خالص، كل وقت وكل زمن ليه توقيت، ولا بالجواز سن صغير ولا بالجواز سن كبير. هي العمليه عمليه حظ، اللي حظه حلو حتى لو هيتجوز في سن الأربعين حظها حلو، هتعيش 10 سنين، 10 سنين بس في سعادة، دي كأنها عاشت العمر كله. وممكن واحدة يكون حظها مش قوي، متوفقتش
واتجوزت في العشرينات، بقالها 30 40 سنة متجوزة، ولكن حظها وحش. عملت ايه بجوازها في سن صغير؟ عملت ايه؟ بنبتلى ببنت اتجوزت ومعاها طفل او طفلين اتظلموا وقعدت جنبنا عشان فرحنا بجوازها وهي صغيرة. والله يا جماعة، ولا بصغيرة ولا بكبيرة، زي ما ذكرت لحضراتكم السعادة غير كده خالص. ربنا يا رب يرزقنا السعادة ويرزقكم السعادة ويسعدكم جميعا، وما يغير على أي حد حاله إلا للأفضل إن شاء الله، ويصلح حالنا وحال ولادنا، ويفرحكم بولادكم وبناتكم، وإن شاء الله تكونوا دايما في سعادة. ومعلش أنا آسفة إذا كنت طولت عليكم، بس دي كانت نقطة مهمة كنت ناقشتها في إحدى حلقات برنامج سر السعادة مع زوزو، وتقريبا كانت الحلقة الأولى، فحبيت أتكلم في النقطة دي بالذات عشان أنصح بيها حضراتكم. يا رب تكونوا استفدتوا. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.